تعليمات تاريخ بدون تنفيذا لتعليمات القياده بالقيام بمداهمه مشتركه رفقه مصالح الامن الوطني. من ضمن هذا اليوم مداهمه مشتركه رفقه مصالح الامن الوطني تابعين لولايه الشار. هذه الإجراءات الوقائية الهدف منها وضمان سلامة وأمن المروريين والوقاية من حوادث المرور، مع تأكيد أيضا وتذكير السواق بخطورة التعب والإرهاق على القيادة خلال هذا الشهر المبارك. المحور الثاني من هذا المخطط الأمني المعتمد يشمل تنفيذ عملية شرطة ومداهمات، وهذا في شق الشرطة القضائية. المداهمات هذه تستهدف مختلف بؤر الإجرام وفق مؤشرات كارتوغرافيا الجريمة في الوسط الحضري. تنفيذ عملية شرطة ومداهمات باختصاص أمن الولاية وكذلك باختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لتوقيف الأشخاص المشتبه فيهم، مراقبة الأشخاص والمركبات مراقبة أمنية وإدارية من خلال وضعيات أمنية ثابتة ومتنقلة وحواجز مرورية، مع أيضا تعريف الأشخاص وتوقيف المبحوث عنهم من طرف الجهات القضائية والجهات الأمنية المختلفة. هذه الإجراءات الهدف منها هو مكافحة الجريمة، خاصة مع محاولة بعض المشتبه فيهم استغلال هذا الشهر الفضيل لمحاولة تمرير المواد الممنوعة والمحرمة.